الو، السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ برحب ازي بكم حضرتك؟ طبعا، وبرحب بمستر محمد صابر الخاص بالانيشيتيف او المبادره اللي هي تحت مسمى كارير كوتشنج سوسايتي. يعني طبعا هي الفكره كلها، ولا انا جات لي دعوه طبعا ان انا اقدم السيشن ديت، او يعني مش هي سيشن، يعني هو لقاء مختصر كده ان شاء الله مع بعض. وده شرف ليا طبعا ان انا التقي بيكم، واللي هي الفكره ان احنا بس نديك فكره عن الشهادات المهنيه، وازاي ان انت ممكن كخريج تجاره، او دلوقتي طبعا بقى يسموها خريج بيزنس، ان انت تقدر يعني تشتغل على نفسك وتطور نفسك، وربنا يوفقك ان شاء الله وكلكم تحققوا امالكم واحلامكم. يعني طبعا هو المهنه بشكل عام او سوق العمل بشكل عام في تحديات كبيره، يعني سوق العمل بشكل عام فيه تحديات كبيرة، سواء انت كنت موجود جوه مصر او حتى خارج مصر. يعني انا موجود بره مصر بقالي اكتر من 12 سنة، وفي كومبيتيشن عالي جدا، يعني منافسة، حتى مش منافسة، لو انت في مصر بتبقى منافسة مع المصريين بس، لكن لما بتطلع بره مصر مثلا تروح دولة زي الامارات او تروح السعودية او بتلاقي منافسة مش مع المصريين بس، بتلاقي منافسة في ناس بينافسك من العرب طبعا، بيبقى في بينافسك المنافسين من المصريين والسوريين الاردنيين اللبنانيين السودانيين، بيبقى في سوق عمل ليهم. وبعد كده بتخش بقى بتلاقي المنافسة كمان فتحت معاك، بتخش مع بقى الهنود والباكستانيين، بينافسوك منافسة قوية جدا في المهنة يعني. ولازم انت تبدأ تطور نفسك. هو طبعا كان المفروض التطوير او الاهتمام بالتعليم او بالتطوير الذات بيبدأ وانت في الجامعة، يعني المفروض وانت في اولى جامعة تشتغل على نفسك، لكن للأسف الشديد في بعض الناس او بعض الشباب الجامعة بتاخدهم والدنيا بتمشي معاهم، وبعدين لما بيجي يخلص الجامعة بيكتشف ان هو فاته حاجات كتير جدا لازم يعوضها يعني. ويمكن ده احنا شفناه كتير جدا، ان بيبقى في بعض خريجي كلية تجارة للأسف ممكن ما يبقاش عنده البيزكس، أساسيات المواد أو الموضوعات اللي درسها في كلية التجارة، وما بيبقاش مهتم بيها خالص. وبيجي البعض يقول لك إيه؟ يقول لك مش مهم، الجامعة اللي أنت بتدرسه في الجامعة دوت ملوش دعوة بالواقع العملي. الكلام ده غلط، يعني حتى لو أنت في الجامعة كل المواد اللي أنت بتدرسها في الجامعة 90% منها، إذا ما كانتش 100%، ليها علاقة بالواقع العملي. ممكن صحيح يبقى في قصور من اساس الجامعه، ان هو ما طوروش المنهجيات او ما طوروش الماده العلميه بشكل يواكب سوق العمل، لكن المواد نفسها، لا المواد نفسها. يعني انا فاكر مثلا زمان في الجامعه لما كنا في سنه اولى جامعه، كنا طبعا تجاره عربي، كنا بندرس ماده في سنه اولى جامعه اسمها العلوم السلوكيه. ايه العلوم السلوكيه دي؟ يعني كنت انا في الجامعه يعني اقول انا بدرس ليه علوم سلوكيه، او ليه بدرس مبادئ القانون التجاري؟ لا، الكلام ده مهم جدا. العلوم السلوكيه دي لما تيجي تكبر وتشتغل وتتعامل مع البشر لازم تبقى فاهم علوم سلوكيه، ازاي تتعامل مع فلان، في مثلا موظف وانت بتتعامل معاه، خصوصا لما تبقى مدير، لما تيجي تتعامل معاه تلاقي نفسك وانت بتتعامل معاه لازم تعامله بحنيه، تقول له كلمتين حلوين كده يجي معاك بالحنيه. في موظف تاني وانت بتتعامل معاه لازم تهدده، في موظف تاني وانت بتتعامل معاه لازم تطمعه ان انت هنزودك هنرقيك، فانت لازم تبقى فاهم السلوكيات بتاعت البشر وانت شغال. فالكلام ده انت احنا كنا درسناه زمان قوي واحنا في محاسبه، واحنا في سنه اولى في علوم سلوكيه، فده ليه اهميه في التطبيق العملي، دي اهميه في التطبيق العملي. يعني انا فاكر كان عندنا زمان مدير في الشغل كان بيعرف يتعامل مع كل واحد حسب نفسيته. واحد مثلا بكلمتين حلوين يقول انا ما اقدرش استغنى عنك في الشغل، ده انت اساس الشغل، الراجل يديله عينيه. واحد تاني كل شويه يصرف له مكافاه، بيشتغل اكتر، وهكذا. فانت لازم تفهم الايه السلوكيات. انا بديك مثال بالعلوم السلوكيه ليه؟ لان انا زمان لما كنت في محاسبه وانا في سنه اولى ما كنتش مقتنع اصلا بماده العلوم السلوكيه، لكن لما جيت اشتغلت لا اكتشفت ان الماده دي ليها تاثير مهم جدا كماده اسمها ماده العلوم الايه العلوم السلوكيه. فده ياخدنا خلاص، احنا طبعا الحمد لله كلنا خريجين كليه تجاره بين قوسين بيزنس يعني، فخلاص يعني الجامعه اللي عدى في الجامعه عدى خلاص يعني. طب انا كخريج تجاره، يعني لو انت بتسالني طبعا عن تجربتي الشخصيه، انت مطلوب منك ايه؟ خريج تجاره مطلوب منه في الاساس يكون عنده البيزكس او النوليدج الخاصه بيه، المواد اللي درسها في الجامعه اللي هي في الاساس هتبقى الاكاونتنج والاوديتنج، وطبعا لو انت عندك خلفيه عن الكوستنج والكلام ده وتعمل المحاسبه والمنجع والتكاليف، دي البيزكس، انت مش لازم تكون محترف يعني. وتكون عندك الاساسيات الخاصه بالباوربوينت والاكسل اللي هي المايكروسوفت اوفيس يعني، او بيسموها اوفيس مايكروسوفت زي ما بيسموها، دي الحاجات اللي انت خريج تجاره يعني.
لكن ده ما يمنعش ان انت لازم تشتغل على نفسك وتطور نفسك عشان سوق العمل زي ما قلنا منافس قوي جدا جدا جدا. واهم حاجه وانت بتطور نفسك فيها انك تمشي حاجتين جنب بعض، الشهادات المهنيه تاخدها مع الخبره العمليه، لازم الاثنين يمشوا بره. يعني انا بفاجئ بناس مثلا بتكلمني يقول انا هقعد في البيت سنتين عشان اذاكر مش عارف شهاده السي بي اي او شهاده الاي سي سي. غلط، انت لازم تشتغل. انت خريج مثلا، احنا سنه كام؟ 2022. انت خريج 2021، لازم تمسك شغل، لازم تمسك شغل. ما تقعدش في البيت تقول لي اقعد 6 اشهر او هقعد سنه وانا بذاكر. لا، انت اول ما يجي لك شغل تشتغل فيه. النقطه الثانيه، في ناس تيجي تسالني تقول لي ايه، طب اشتغل في بنك ولا اشتغل في مكتب محاسبه اوديت فيرم ولا اشتغل في شركه؟ فانا اساله السؤال، هو انت عندك اوفر انك تشتغل في بنك او ان انت تشتغل في اوديت فيرم او ان انت تشتغل في شركه بترول؟ يعني انت عندك حاجه قدامك فنقدر نقارن منها؟ فيقول لك لا انا لسه بفكر. لا حضرتك، احنا ما بنختارش. اما تبقى انت خريج لسه جديد من المدرسه، اسف، من الجامعه، اسف، فانت خريج جامعه جديد، فالاوفر اللي بيجي لك الاول بنشوفه بنقبله. لكن ما فيش حاجه اسمها اشتغل في بيك فور الاول ولا اشتغل في شركه بترول الاول ولا اشتغل في بنك الاول. اللي بيجي لنا بنقبله وبنشتغل. وانت شغال ماسك شغل ماسك وظيفه، جات لك فرص ثانيه، نبدا ندرس الفرص الثانيه. خلي بالك، انت كل شهر او كل شهرين او كل سنه بتعدي عليك في السوق من غير شغل بتطلع لك دفعه جديده. يعني انا لو دفعه 2021 وبعدين عدى عليها سنه طلعت دفعه 2022، وبعدين عدى عليها كام سنه كمان، كمان سنه بيطلع عليها كمان دفعه 2023، الدفعات بتتزايد. عشان كده دايما تحاول تمسك شغل. انا اول ما خلصت كليه التجاره يا جماعه، اول مره اول ما خلصت كليه التجاره، الاول اشتغلت في مكتب محاسبه صغير. اول شغلانه اشتغلتها، اشتغلت في مكتب محاسبه صغير، اللي هي المكتب اللي بيعمل اللي هو الفواتير والكلام دوت، وناخد المستندات من العملاء ونسجلها احنا ونعمل الاقرارات الضريبيه. اشتغلت فيه الاول، وبعد كده جالي اشتغلت في بنك مصر، وبعد كده جالي الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعد كده رحت اشتغلت فتره في حازم حسن كي بي ام جي، وبعد كده بدات اتنقل، والحمد لله دلوقتي انا مسافر بره مصر من سنه 2010. فهي الفكره ان انت ما تنقيش الشغل، اشتغل حتى لو مكتب محاسبه صغير، اشتغل فيه. لما تجي لك فرصه احسن اتنقل. دايما اقول للشباب ايه؟ او بقول لنفسي انا، فرصتي ان انا الاقي شغل وانا شغال بتبقى افضل من فرصتي ان انا الاقي شغل وانا قاعد في البيت. يعني وانا دلوقتي انا دلوقتي بنسميها على راس عملي، انا دلوقتي موجود على راس عملي. ففرصتي ان انا الاقي شغل وانا على راس عملي افضل بكتير بكتير من فرصتي ان انا الاقي شغل وانا قاعد في البيت. عشان كده دايما اقول لك اشتغل، حتى لو مكتب محاسبه صغير، شركه صغيره. انا عارف طبعا بيبقى في صعوبه ان انتوا تلاقوا مكاتب محاسبه تشتغلوا فيها، بس حاول، لازم تحاول، لان المنافسه ايه؟ المنافسه صعبه. برضه انا دايما بضرب او بحب يعني اشجع الشباب اللي زي حضراتكم، يعني مع ان انا حاسس ان انا لسه شباب يعني ما عجزتش، بس بحب اشجع الشباب اللي زي حضراتكم. بحب يعني احكي تجربتي الشخصيه. انا تجربتي الشخصيه ان انا كنت تعليم مجاني، مجانيه التعليم، كنت في مدارس حكوميه عادي خالص يعني، وبعدين دخلت كليه التجاره زي اي حد دخل كليه التجاره، بس ربنا الحمد لله وفقني وانا في سنه رابعه جبت تقدير جيد جدا في سنه رابعه. وبعدين بقى لما جبت تقدير جيد جدا في سنه رابعه كان عندي طموح ان شاء الله ان انا ايه ابدا اطور نفسي. يعني انا كان نفسي من جوايا ان انا ابقى شخص متميز. يعني فعشان ابقى شخص متميز ما كانش بالكلام، يعني انا بقعد برضو مع شباب كتير يقول لك انا عايز ابقى وابقى، لا انت لازم تشتغل على نفسك. يعني فاول ما اشتغلت حضرتك في الـ اول ما اشتغلت في خلصت الجامعه زي ما قلت لحضرتك الاول، اشتغلت في مكتب محاسبه صغير، وبعد كده اشتغلت في بنك مصر. لما اشتغلت في بنك مصر قعدت في بنك مصر حوالي 11 شهر، حوالي 11 شهر. وبعدين لما قعدت 11 شهر في بنك مصر ربنا كرمني واشتغلت في الجهاز المركزي للمحاسبات بعدها. طب خلال الفتره دي وانا بشتغل كان لازم اطور نفسي، كان لازم اطور نفسي. طبعا زي ما قلت لحضرتك انا خريج كليه تجاره جامعه عين شمس، ابتدائي عام جدا سنه 92. طبعا ما اعرفش سنه 92 انتوا معظمكم كان فين يعني. وبعد كده خدت دبلوم في المحاسبه الماليه، دبلوم في المحاسبه برضه جامعه عين شمس تخصص ماليه، محاسبه ماليه برضه ابتدائي عام جيد جدا 95. بعد كده دخلت على تمهيدي ماجستير محاسبه مراجعه سنه 98 بتقدير عام جيد جدا. وعايز اقف هنا عند فكره التمهيدي بتاع الماجستير شويه.
عايز اقف هنا عند الفكره بتاع تمهيد الماجستير. الحقيقه كان كل فكري وكل تركيزي ان انا عايز اعمل دكتوراه، يعني هنا الماجستير كان كل فكري وكل تركيزي ان انا كنت عايز اعمل دكتوراه. وبعدين انا كنت انا عملت فيديو تحت عنوان رحلتي مع الشهادات المهنيه. كنت انا من هوايتي ان انا كنت بتابع الوظائف، انا كنت شغال في جهاز المركزي للمحاسبات خلاص، وبتابع الوظائف دايما عشان اشوف سوق العمل ايه متطلباته. ففوجئت ان في، انا فاكر الاعلان ده حتى الان، يعني كان واخد ربع صفحه في جريده الاهرام في جورنال الاهرام، وكانوا طالبين ساعتها محاسب اصول ثابته، كده مكتوب كده محاسب اصول ثابته، وكانوا عايزين حاجه اسمها حاصل على شهاده اسمها السي بي اي. احيانا ما كنتش اعرف يعني ايه سي بي اي اصلا، فبدات اسال يا جماعه ايه السي بي اي ديت وبتاع، فبدات افهم ان في حاجه اسمها شهاده اسمها السي بي اي، وان في حاجه اسمها الشهادات المهنيه، ودي بتختلف اختلاف كلي وجذري عن الشهادات اللي هي الاكاديميه. فسالت عن السي بي اي وعرفت تفاصيلها، فبدات بقى ايه، خلاص انا لغيت بقى ان انا اعمل ماجستير، ما كملتش في تمهيد الماجستير، وخدت قرار عندي، خدت قرار عندي ان انا اعمل ايه، ان انا اعمل سي بي اي. وكان ده القرار الحقيقي، القرار الموفق ان انا عملته، ان انا عملت شهاده، عملت السي بي. خدت السي بي سنه 99 على فكره، لان انا سافرت الولايات المتحده الامريكيه كاليفورنيا، وامتحنت وانا هناك السي بي، درستها بالظبط من 98 لغايه 99، والشهاده والامتحان كان 99. بس انا حولت بعد كده لولايه اسمها ولايه الينوي، لان السي بي ليها قصه كده، ان انت ممكن تمتحن وما تعرفش تحصل على الشهاده. فرحت امتحنت انا في ولايه ايه، او عملت تحويل النتيجه بتاعتي لولايه الينوي عشان اخد ايه، اخد شهاده الايه، اخد شهاده الايه، السي بي. بعد ما اخدت شهاده السي بي على طول، على فكره اول ما خدت شهاده السي بي رحت اشتغلت في حازم حسن كي بي ام جي، قعدت فتره مش كبيره قوي يعني، وبعد كده بدات ايه اتنقل من مكان الى اخر وانا موجود في الجهاز المركزي للمحاسبه. هنا نقطه عايز اوضحها لك، انا خدت شهاده السي بي سنه 2001، وبعد سنة 2001 كان كل تركيزي ان انا محتاج بقى يبقى معايا فلوس، يعني اشتغل واجيب فلوس، لان انا كل الفترة دي كلها انا كنت شخص على فكرة يعني متوسط الحال، ممكن تقول ان احنا كنا يعني اقل من المتوسط، وكنت بقى بشتغل الصبح، وكان ساعات بشتغل بعد الظهر عشان اقدر اوفر التكاليف ان انا اقدر ادرس يعني واعمل شيء. فرفعت شعار بقى ان انا ابدا ايه يعني يبقى عندي دخل كويس، فوقفت طبعا فكره ان انا بذاكر شهادات مهنيه وفضلت شغال. جيت في 2000 بقى وايه 2007، يعني خد بالك في جاب زمني 6 سنين، لان الست سنين دي انا كنت شغال فيهم. جاب الزمني هنا اللي هو الست سنين دوت حضرتك، خلال وقت قدرت اعمل شهاده السي ام اي. طبعا انا خدت شهاده السي بي اي لان انا كنت شغال في الجهاز المركزي للمحاسبات، وده احنا اصلا الجهاز المركزي للمحاسبات ده المراجع الخارجي للجهات الحكوميه، فالسي بي اي هي الشهاده المناسبه، هي الشهاده المناسبه. وطبعا السي بي اي كان عليها اقبال غير عادي، لان بتسافر امريكا، وكان في ناس طبعا بتسافر امريكا ما ترجعش، وكانت قصه كبيره يعني. بعد كده بعد احداث سبتمبر في 2001 السوق بتاع السي بي اي بدا يقفل شويه، لان ما كانش في حد بيعرف يسافر ايه، يسافر امريكا. خدت السي ام اي، وبعد كده خدت شهاده اسمها السي اف ام. سي اف ام دي كانت تمتحن ماده اضافيه مع السي ام اي، ويبقى معاك شهاده اسمها السي اف ام 2007. خد بالك برضو من التاريخ الزمني، الاثنين دول خدتهم في 2007 لان هم شهادتين مرتبطين ببعض. بعد كده بعدها بكام سنه، بص بعدها ب 10 سنين، بعدها ب 10 سنين خدت شهاده الايه، السي اي اي. طب وال 10 سنين دول كنت بتعمل ايه؟ كنت بشتغل يا فندم، كنت بشتغل مركز في شغل. قصه مش قصه انك تجمع ايه شهادات. ولما خدت السي اي اي خدتها لسبب معين، لان انا المكان اللي انا اتنقلت له كان بيهتم بالمراجعه الداخليه، فكان لازم اخد شهاده السي اي اي عشان ابقى ماشي مع الشغل والمجال اللي انا ايه الجديد اللي انا اتنقلت له. بعد كده رحت خدت شهاده سيزا اللي هي المراجع نظم معلومات المعتمد، ودي برضو السبب اللي خلاني اخدها، ان بداوا عندنا في المكان اللي انا كنت بشتغل فيه يهتموا بان هم عايزين يطوروا الايه نظم المعلومات ومراجعه نظم المعلومات والكلام ده، فخدت شهاده السيزا. بعد كده خدت شهاده اسمها فحص الاحتيال المعتمد اللي هي السي اف اي، برضو دي ليها علاقه بال 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 بالغش والاحتيال وازاي تكتشف الفروض، برضو شهاده كويسه خدتها، لان برضو كان في مرتبطه بمجال ايه، بمجال عملي. مفيش اي شهاده دي من الشهادات اللي انا خدتها دي يا جماعه الا لما يكون ليها سبب، يعني مفيش شهاده خدتها لمجرد ان انا يبقى عندي شهاده. خدت بعد كده شهاده معايير المحاسبه الدوليه اف ار اس، خدت شهاده معايير المراجعه الدوليه، دي شهادات صغيره كده بقى ايه بنسميها احنا سناكس يعني، خطفتهم خطف. بعد كده خدت شهاده برضو معايير المحاسبه في القطاع العام. على فكره القطاع العام ليه معايير زي الاف ار اس، انت عندك في حاجه اسمها الاف ار اس، القطاع العام ليه معايير خاصه بيه اسمها الابسس، يمكن دي معلومه يمكن بعضكم ما يعرفهاش.
ان في معايير خاصه بالقطاع العام اسمها الابسس. الابسس دي اللي هي انترناشونال بابليك سيكتور اكاونتنج ايه ستاندرد، معايير خاصه بالقطاع العام، برضو خدت فيها شهاده سريعه. وبعد كده خدت شهاده اسمها شهاده توكيل اداره المخاطر اللي هي الريسك مانجمنت اشورنس. وبعد ما خلصت الريسك مانجمنت اشورنس خدت كده ايه شهاده سريعه في حاجه اسمها الانترنال كنترول او الرقابه الداخليه ليها علاقه بايه بكوسو. خلي بالك، شوف انا لغايه سنه 2022 اللي هو لسه مؤخرا، يعني الواحد بيحاول يشتغل على نفسه ويطور نفسه علشان ما يبقاش بعيد عن سوق ايه، عن سوق العمل. فدي نصيحه لحضرتك، نصيحه لحضرتك ان انت لازم تشتغل مع نفسك وتطور نفسك وتبدا تشتغل في سوق العمل. انا عايز اقول لك ان انا بدات من الحمد لله، يعني بدات من الصفر وربنا وفقني وكرمني يعني من واسع يعني، والدنيا معايا الحمد لله كويسه يعني. فيعني انا شايف ان مفيش مستحيل، وان انت تقدر تشتغل مع نفسك وتقدر تطور نفسك. وهي الدنيا كده على فكره يعني، حتى الناس لما تيجي تسافر تشتغل في اي دوله عربيه او حتى في امريكا او في اوروبا، المنافسه صعبه، المنافسه صعبه، لو انت ما اشتغلتش بتقف يعني. فنصيحتي انك يعني تستمر وربنا يوفقك ان شاء الله ويوفقنا يعني. يعني ما عنديش اي حاجه اضيفها تاني، لو في اي اسئله اي استفسارات انا تحت امركم يعني. اتفضل فين. انا بشكر حضرتك جدا والله على النبذه ديت، بصراحه نبذه محفزه ليا بشكل شخصي. يعني انا كمحمد، يا شباب يا شباب، لو حد عايز يسال استاذ عبد الله يا ريت بس يرفع ايده في الميتنج عشان بس تبقى الاسئله بشكل منظم. تمام تمام اتفضلوا يا شباب، اللي عايز يسال يرفع ايده. ما فيش حد عايز، واضح ان انا غطيت كل الاسئله، كل الموضوعات. ممكن يكون عندهم خجل بس. عظيمة بتسأل، يا عظيمة رفعت ايديها، اتفضلي يا عظيمة. ازاي حضرتك؟ كان عندي بس سؤال، ما شاء الله يعني حضرتك واخد شهادات كتير قوي، ف حضرتك عندك ستاندرد معين بتمشي عليه في طريقة مذاكرة الشهادة؟ عندي طبعا، بس خلي بالك هي ممكن تفيدنا؟ لا، هي اول شهاده بتبقى اصعب شهاده يعني. برضو انا خدت اول شهاده هي شهاده السي بي، هي دي اصعب شهاده على فكره، اصعب شهاده. لان هي اول شهاده، ما بقولش اصعب شهاده يعني، لان دايما لما بتبقى اول شهاده بتذاكرها بتبقى هي الاصعب، لان بتبذل فيها جهد اكتر وبتبقى محتاج تعرف النو هاو. بعد كده خلاص لما بتاخد اول شهاده الدنيا بتمشي معانا. هو الشهادات المهنيه دايما انا بقول كده، حتى لما بشتغل مع يعني لو كنت بدي محاضره او حاجه، الشهادات المهنيه بتبقى عباره عن، اولا خصوصا الامريكان يعني، بتعتمد على ان انت يكون عندك القدره على الابلكيشن، تقدر تطبق لما يجي لك كيس معين ازاي هتطبق الكيس دي. فالقدره على التطبيق بتيجي منين؟ من الحل الكتير، ان انا احل كتير. للاسف احنا يعني طبعا في الجامعه زمان، لو احنا كنا في الجامعه لو بتفتكروا، كنا دايما الملزمه بتاعت اخر الاسبوع دي او اخر الشهر، ونحضر حصتين ثلاثه مراجعه ونجيب الملزمه المراجعه. انا حضرت لحقت انا ايام الملازم دي، وكلمتين نذاكرهم ونخش نجاوب السؤال وخلاص. لا، في الشهادات المهنيه، لا، في الشهادات المهنيه انت بتبقى مطالب، لو انت عندك مثلا المنهج او المنهج يعني، بتبقى مطالب انك اولا لازم تغطي المنهج كله، ثانيا اي شهاده مهنيه الكتاب بتاعها بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن حاجه اسمها التكست، الشرح، وبعد الشرح بيبقى في حاجه اسمها الاسئله، وبعد الاسئله بيبقى في حد الاسئله. فالتكنيك بتاعنا في الشهادات المهنيه وبتاع الناس كلها على فكره، هو انك تحل كتير، تحل كتير. بس في فرق، في نوعين من الطلبه او في نوعين من اللي بيذاكروا، في واحد بيحل وهو حافظ، وفي واحد بيحل وهو فهم. لا، انا عايز اخلي الفهم يكون 70% والحفظ يكون 30%. على فكره الحفظ ده شيء مهم جدا، بس الفهم يكون هو الغالب يعني. زائد دايما انا بشتغل في حياتي وفي الشهادات المهنيه ان انا يكون عندي سيستماتيك ابروتش. يعني ايه؟ يعني لما بيجي لي السؤال اجي اتعامل معاه، ببقى عارف ان السؤال ده المفروض اعمل فيه 1 2 3. جالي سؤال تاني، ببقى عارف ان السؤال ده بتحل بنفس الاسلوب، بحيث ان انا يبقى عندي فكر منظم وانا بشتغل او انا بحل. وده على فكره بينعكس حتى على حياتي الشخصيه وحياتي العمليه. خلاص ببدا انا بقيت انسان، خلاص انا ايه سيستماتيك كده، وفكري بقى ايه بقى منظم، لان الشهادات المهنيه عودتني على كده. لكن هي القصه كلها في الحل طبعا. انا ما اعرفش حضرتك بتعملي اي بتدرسي اي شهاده، بس هي ده الاساس يعني، ده الاساس.
يعني مش لازم يكون عندي experience أو شغالة في خالص الواقع. خالص خالص ولا ليها علاقه بس خد بالك، بس يكون عندك نوليدج. الاكسبيرينس مالهاش علاقه، لكن النوليدج هي المهمه. زائد كمان يعني ما اعرفش، انا في ليا محاضرات موجوده على اليوتيوب اسمها الاي فور اس، ليها علاقه بالاي فور اس دبلومه، ايوه بتابع حضرتك بالفعل. مالهاش علاقه بالنوليدج خالص. انا يعني بشرح ببسط للشباب والدنيا بتمشي، يعني الدنيا بتمشي. اوكي شكرا لحضرتك. تحت امرك تحت امرك. تفضل يا فارس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا، شرف ليا والله ان انا اتكلم مع حضرتك. ده شرف ليا والله فعلا. اتفضل. الله يكرمك الله يكرمك. دلوقتي يا دكتور انا طالب في الفرقه الرابعه، تمام؟ ممتاز. يعني تايه ما بين الشهادات، يعني عندي شهادات كتير وانا بص عشان حضرتك. طالب ما اعرفش كل الشهادة طبعا بتعمل ايه. اللي هقوله لحضرتك ده هو راي شخصي مننا، مش ده رايي انا الشخصي يعني. ما وطبعا ما فيش حد تمام يملك الحقيقه المطلقه يعني. اولا انت تمام في سنه رابعه، اهم حاجه التقدير، تمام تقديرك، تركز على تقديرك الاول. فسؤالي ليك، انت مركز في التقدير ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا. مركز في التقدير الاساس يعني. انا دلوقتي انا كراجل مثلا صاحب عمل وجاي لي حد لسه فريش جراديويت، يهمني ان اللي يكون خريج تقديره افضل. يعني دايما اللي جايب امتياز بيفترض نظريا ان هو افضل من اللي جايب مقبول، مش كده ولا ايه؟ نظريا يعني. ممكن على فكره يكون اللي جايب مقبول طبعا. احسن، بس انا بقول لك نظريا اللي جايب امتياز افضل من اللي جايب مقبول، واللي جايب جيد جدا افضل من اللي جايب ايه؟ من اللي جايب مقبول. فالتقدير اهم حاجه الاول تركز عليه. طيب انت عايز تدرس شهاده مهنيه دلوقتي. بص، بالنسبه لحديث التخرج، انت عايز تذاكر امتى؟ عايز تذاكر وانت في سنه رابعه ولا بعد ما تخلص؟ ده السؤال. ما هو السؤال التاني مرتبط بكده، يعني مثلا لو انا هبدا بالسي ام اي، تمام؟ اتفضل. هل يعني في كتب منتشره زي اكاونتنج برنسبلز للكاتب كيسو، وفي اكاونتنج انترميديت اكاونتنج والكلام ده، هل لازم اعدي عليهم الاول واذاكرهم لا مذاكره لا بعد كده لا، اخش على انا الشهاده؟ بص حضرتك، انا عمري ما عديت عليهم اصلا. تمام. انا عمري ما عديت عليهم، تخيل. هل اعرف مين كيسو ده اصلا؟ ولا عمري عديت عليه اصلا. صدمتك انا صح؟ تمام. والله عارف ليه ما عدتش عليه ولا لا؟ عشان حضرتك كنت كويس اصلا في الحاجات ديت. عشان انا كنت جامد اصلا، فمش محتاج ان انا اقرا كيسو. انت عارف كيسو ده بيدرسوه فين؟ الناس برضه عشان تبقى في الصوره، ده بيدرسوه في الجامعه. كيسو ده بيدرسوه في الجامعه، فانت اكنك بالظبط ايه؟ اكنك بتقرا كتب الجامعه. فلو انت كويس في الجامعه، وده اللي انا بقوله في الاول بقى، اللي الشباب ما ياخدوش بالهم منه، هو وفاء متاخر يقول لك اقرا كيسو. كيسو ده حضرتك لو في حد هنا معانا، كيسو ده بيدرس في الجامعه اصلا، بيدرسوه في الجامعه بيه. فانت لو انت كنت مذاكر في الجامعه كويس ومتاسس في الجامعه كويس، تخش على الشهادات المهنيه على طول كويس، مش محتاج. اللي بيقرا كيسو ده بقى مين؟ اللي هو كان مش متاسس في الجامعه فبيأسس نفسه مره ثانيه. وضحت؟ وضح 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 قصدي؟ تمام واضح واضح. طيب السؤال الاول بقى اللي هو اهني الشهادات بالظبط؟ ما انا سالتك هتعملها امتى؟ هتذاكر في رابعه ولا بعد ما تخلص عشان اقدر اجاوبك؟ رابعه ان شاء الله. رابعه ان شاء الله. وانت في رابعه، وانت في رابعه خد السي ام اي، بحيث تاخد بارت، تاخد بارت وانت في رابعه، وتخلص تاخد البارت الثاني. الحاجة التانية، أنت انترستنج إنك تشتغل في مكاتب ولا لأ؟ برضو ما يعني اهتمامك يعني. أنا طبعا شركات إن شاء الله. شركات، يبقى السي ام اي. تمام يا دكتور شكرا شركات لحضرتك. يفضل السي ام اي. ما هو الناس دايما هتقول لك يا اف ار اس يا سي ام اي. الشركات على طول على طول سي ام اي. كان في عندي تمام برضو محاضرة كنت أنا منزلها، شوفها هتعجبك قوي، اسمها ليه ليه أدرس اي اف ار اس. تمام. شوف المحاضرة دي هتعجبك، اسمها ليه أدرس اي اف ار اس، موجودة على قناة اليوتيوب. اللي هي واي اف ار اس. بالظبط كده. تمام تمام. طب معلش اخر سؤال دكتور لو سمحت، يعني اتفضل. بالنسبه للكمبيوتر، هل المفروض ان اطلع بالاكسل، كويك بوكس، ساب، اوريكال؟ لا لا، بص، هو ساب واوريكال ده يعني يمكن محمد صابر يشاركني في الكلام ده، يعني تزايد قوي بصراحه. انت راجل فريش جراديوت صح؟ لو انت معاك كويك بوكس ده كفايه قوي. وخد بالك انت، اصل انت ساب يوزر، انت مستخدم صح؟ انت لو اشتغلت على ساب شهر واحد هتبقى زي الفل في الشغل اللي انت فيه، اللي انت هتروح. يعني انا بصراحه بشوف شباب يقول لك انا هدرس ساب وهدرس اوريكال. يا عم اوريكال وساب ده بقى لو انت داخل في البرمجه، لكن انت يوزر، انت عارف يوزر يعني ايه؟ يوزر يعني مستخدم عادي، يعني بيبقى سيستم وبتتدرب عليه. داتا انتري.
داتا بس، مش محتاج القصه دي كلها. فلو انت قوي جدا في الاكسل، قوي جدا في في الباوربوينت برزنتيشن، في حاجه اسمها الباور بي اي برضو، حاجه ممتازه في طريقه العرض، اسمه باور بي اي، حاجه ممتازه في تحليل البيانات وكده. دي حاجات، دي اساسيات هتقوي بعد كده الساب والكلام دوت، انت هتكتسب وانت بتشتغل، دي حاجات هتكتسبها اثناء الخبره. ممكن تاخد مثلا كويك بوكس اللي هي الحاجات البسيطه دي الصغيره، ماشي مفيش مشكله. ده برضو تمام يا رأيي، دكتور، ده شكرا. رأيي الشخصي، برضو ده رأيي الشخصي. تمام يا دكتور، شكرا حضرتك، شكرا استاذ تحت محمد على أمرك، الانتظار. تحت أمرك. على فكرة محمد شكرا. الصابر، لو أنت ليك رأي مختلف ممكن تقوله عادي يعني، أو أي لا هو حد. انا بتفق مع حضرتك، انا كده كده اصلا كنت بقول لهم ان فكره اليوزر، كورسات اليوزر ملهاش معنى، لان كده بالظبط كده اي شركه بتدي اورينتيشن بالظبط بالظبط للشركه. كده. تمام، اما بقى لو حد عايز يشتغل في الامبلمنتيشن وده كارير اصلا مختلف يبقى تماما، ده ياخد بروجرامر بقى بقى، بروجرامر وداتا اناليس وكده. ممتاز ممتاز، يلا نشوف السؤال اللي بعده. احمد ابو المكرم كان رافع ايده، معلش يا فارس ممكن تنزل ايدك بس. السلام اتفضل يا عليكم. احمد. وعليكم السلام ورحمة. وعليكم السلام، اتفضل يا سيدي. سعيد ان محمد دكتور. سلمك هو انا يا كان عندي سؤالين، السؤال الاول هو انا زميلي فارس ساله تقريبا فانا مش هكرر تاني، بس اكد على معلومه، هل فعلا حضرتك شايف ان المحتوى الاكاديمي اللي احنا بناخده يأهلنا ان احنا مباشره ندرس الشهادات المهنيه؟ والله. انا خدت المحتوى الاكاديمي ودرست شهادات منه. تمام جدا. بس هو طيب السؤال، بالنسبة ما هو بص، ما هو في ناس اصلا ما تعرفش ايه اللي في المحتوى الاكاديمي. احنا عندنا صح للاسف الشديد يعني، يعني بقطع الحته دي من التسجيله بيه، الجامعات المصريه خصوصا الجامعات الحكوميه من مستوى التعليم، عينيا. مستوى التعليم فيها بقى صعب جدا يعني، مستوى الخريجين بقى صعب جدا، والشباب ما بتذاكرش طوال فتره الدراسه وبتفوق متاخر، بتفوق متاخر. زي ما انا قلت في المقدمه، كل التوبكس اللي بناخدها ليها علاقه بالواقع العملي. يعني قول لي انت ايه درست كده، ايه الموضوعات اللي، طب انا اسالك سؤال، انت ايه درست في الجامعه اصلا؟ درست ايه؟ قول لي كده درست ايه؟ درست بدايتي كانت عن المحاسبة المالية، وحاولت إن أنا أعرف المبادئ والفروض ايوه. والأساسيات المالية، لا وبعدين لا لا لا، قول لي مواد. المواد، قول لي المواد، ما تقوليش التوبكس، قول لي المواد. ايه تمام. خدت ايه؟ درست مالية، درست متوسطة، شركات أشخاص، شركات أموال، برضو درست محاسبة حكومية. كل ده موجود، كل ده موجود في الشهادات المهنية. تمام. بس هل انت لما درسته كنت عارفه وفاهمه ومذاكره كويس، ولا نظام الملزمة وكلمتين واجري؟ ده السؤال. الإجابة طبعا نظام بالظبط. الملزمة، نظام الملزمة وكلمتين واجري، وده السبب اللي خلى في ناس دلوقتي تخترع يقول لك ايه بي اف ايه، تعالى خد بي اف ايه، بيدرسوا لك يا باشا انت دلوقتي بتدرس منهج الجامعة بعد الجامعة. عارف انت في دبلوم يقول لك بي اف ايه، يقول لك مش عارف ايه، في حاجه اسمها بي اف ايه، الناس مخترعينها كده مألفينها، يقول لك تعالى ايوه دلوقتي. انا فاهم ده، انا فعلا بشوف ده. فده هو بيدرس لك الجامعه، انت بتدرس مواد الجامعه بعد الجامعه يعني. بالظبط. فخلينا نتفق على طيب حاجه برضه، اي حاجه بتقراها بتدرسها بتبقى مفيده. انا دايما اقول للشباب ايه زمان، انت لو جبت الجنان وقريته هيفيدك، مش كده؟ صح، اكيد طبعا. هي الفكره ازاي تختصر، تختصر تنجز. صح جدا. في حاجه طيب تانيه، السؤال الثاني لحضرتك هو بالنسبة للشهادات المهنية، بيبقى طبعا في صعوبة في البداية، فحضرتك يعني حضرتك رشحت لزميلي فارس من شوية ان هو لو في سنة رابعة يبدأ بالسي ام اي. ف انا رايي في ثالثه ورابعه ياخد سي 100 طيب خصوصا لو هو، بس هل انا فكرة سالته، بس استنى، انا سالته انت انترستنج تشتغل في مجال ايه؟ قال لي مجال الشركات، فاكدت عليه سي 100. افرض انا عايز اشتغل في مكاتب وبتاع ومش عارف ايه، كنت اقول له خد الاي اف ار اس، وبعد كده لما تخلص خد يا اما سي بي اي يا اما اس سي. كده انا وصلت المعلومه، يعني حضرتك بترشح في الاول لو فكره المكاتب وكده فانت هترشح الاي اف ار اس، وبعدها التطور بالتدريج في الشهادات المهنيه. لكن في تمام الجامعه لو انت شكرا. في ثالثه، لو انت في ثالثه جامعه انا اقول لك ادرس سي ام اي. تمام جدا، شكرا لحضرتك. تحت امرك. نيكست. اللي حابب يسأل الشباب يرفع ايده.
انا عارف ان في ناس ممكن تكون هايبه فكره انها ترفع ايديها وتسال، ليه بس يا ليه يا شباب عم؟ يا ريت. لا انا اصلا كنت مجربها معاهم في محاضره، في محاضرات قبل كده. للاسف في ناس بعتت لي قبل كده على صراحه بتقول انها بتتكسف تسال، فالكسوف مش شيء لطيف يا شباب، لانه هيمنعكم من لا فرص عادي يا كتير. عم، احنا قاعدين فريندلي مع بعضينا يعني، اخوات يعني. اديكوا سمعتوا استاذ عبد الله، اه فارفعوا ايديكم ولا بقى. انا عشان لابس بدله، قال على البدله يعني عشان تحسوا ان انا. احمد سامح اتفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وعليكم الله. السلام. ما شاء الله عليك والله يا دكتور على اللي انت الصراحه قلته ده، يعني كفيت ووفيت يعني ما بصراحه. اقولش حاجه بصراحه، بس هو يلا طلع. ماشي ماشي، بس هي انا المشكله ان انا كنت لسه، يعني انا خلصت الجاره السنه دي. اوكي. المشكله ان انا لسه اصلا شفت حوار الشهادات المهنيه، انا ما كنتش اعرف حاجه عن الشهادات المهنيه اصلا. يعني انا كنت يا فاكر ان سلام عليك. تمام. اه والله يعني اقصى حاجه كنت عارفها الام بي اي، وان الواحد لو طلع مثلا جاب له اخد شهاده اس دي اي سي دي ال على كورس مايكروسوفت كويس كده على كلمتين انجليزي، خلصنا على كده وخلاص اشتغلت. يعني انت فالمشكله ان الواحد عايز الصبر تقول يا ريتك كنت عرفت محمد صابر من زمان. والله هو الصراحه شرح كتير الصراحه يعني، طب يلا وقال على حاجات كتير، بس خش بقى في المشكله برضو السؤال ان بقى، انا مش خش في السؤال بقى على طول. انا مش لاقي مجالي، انا مش محدد كاريري، مش عارف اعمل ايه. انت خريج ايه؟ تجارة ايه؟ عربي طبعا صح؟ تجارة عربة جامعة ايه؟ سوهاج. سوهاج. ما انا قلت في الاول طبعا هو في تحدي، في تحدي، بس انت لازم تشتغل على نفسك يعني. حاول بقى تشوف اي مكتب، اي شركه يعني، لازم تمسك شغل الاول. انا دايما قلت يعني امسك شغل مع المذاكره. انا عايز اقول لك ان انا اول ما خلصت الجامعه، اول حاجه، اول ما دورت على شغل ما لقيتش، فرحت الاول وقفت في محل ببيع فيه وكده يعني. وبعد كده انا في المحل دوت جات لي شغلانه مكتب المحاسبه. رحت اشتغلت في مكتب المحاسبه، مكتب صغير. وانا في مكتب المحاسبه جات لي شغلانه، جالي ساعتها البنك، فرحت في البنك. طب افرض انا ما كانش جالي البنك، كنت هكمل في المكتب لغايه لما تجيلي فرصه مناسبه. فانت امسك في اي فرصه، اي فرصه يعني. انا طبعا عارف ان سوق العمل صعب وكده، بس انت على تاس. انا عايز اقول لك ان انا كنت بقدم في اعلانات. احنا كنا زمان الاعلانات ازاي؟ مش بقى ايميل وتبعت والكلام ده وموقع والكلام، لا، كنا نعمل سي في ونحطها في جواب، ونجيب طابع بوسطه، طابع بوسطه ب 10 ساغ، وتلزق طابع البوسطه كده، وتروح ما اعرفش الكلام ده لسه موجود ولا، وترمي في البريد. لدرجه ان انا امي الله يرحمها كانت تقول لي يا ابني وفر فلوسك، ما مش هيجي لك شغل خلاص. كنت اقعد كل ما اشوف اعلان تجيب جدول الاهرام ده، واقعد اقدم واقعد اقدم، واروح اعمل انترفيوهات ومش عارف ايه. وكانوا دايما يقولوا لي اشتغل في المبيعات، انا اقول لهم لا انا عايز اشتغل في الحسابات. كانت قصه كده يعني. فانت لازم تتعب يعني، ما هنعمل ايه؟ ده سنه الحياه، سنة الحياة يعني. وبعدين خد بالك، أنا كان عندي ناس زمايلي كانوا في الجامعة، كان مستواهم ضعيف جدا، بس بعد والله لي واحد صاحبي كان جاي مقبول، دلوقتي معاه الدكتوراه وشغال مستشار في أحد الوزارات في مصر، لأنه اشتغل على نفسه. فهي ده قرارك، هتشتغل على نفسك وهتتعب وتجتهد، ربنا هيكرمك. هتركن بقى وبتاع وظروف العمل والسوق لا، مش هيحصل يعني. لازم تجتهد. وخد بالك الفكره في ايه؟ ان الشغلانه اللي انت تشتغلها تتميز فيها يعني. انا دايما اقول لي، حتى انا عندي ربنا يبارك في ولادي، انا ما بقولش لحد خش كليه ايه، اللي عايز يخش اي كليه، اولاد انتوا الكليه اللي تخشوها خشوها، اهم حاجه المجال اللي انت تخشه تتميز فيه يعني. انت لو انت في ميكانيكي متميز بيبقى ناجح، لو في سباك شاطر بيبقى ناجح، لو في نجار شاطر بيبقى ناجح، لو في محاسب شاطر بيبقى ناجح. اهم حاجه تتميز في مجال عملك بغض النظر ايه هو المجال ده. وطبعا انا هو حاسس بيك طبعا، لان انا مريت طبعا. بس انا يمكن الفتره بتاعتي ما طولتش، يمكن قعدت حوالي 7 شهور، 7 شهور الفتره بتاعتي اللي انا كنت فيها، فتره اللي انا عمال ادور واروح واجي وبتاع. انت عدى عليك 7 شهور ولا لسه؟ أنا من شهر 5 كده ممكن طب أو 6 يعني. طب يعني زي يعني انا برضو من شهر 5 اشتغلت، في شهر تقريبا 11 حاجه زي كده، قعدت 7 شهور او 6 شهور بنفس الفتره. فانت عليك ان تسعى يعني، عليك ان تسعى وربنا يوفقك ان شاء الله يعني، ربنا يوفقك. هو انا شغال اونلاين، يعني هو شغل المتطلبات السوق اللي هي كبيره تمام، وانا يعني لسه ما عملتش حاجه من دي، بس لسه يعني ان شاء الله يعني ببدا حاليا ان عادي انا على فكره، اشوف ما انت الحاجات ممكن دي. تشتغل اونلاين، ممكن تتميز في الاونلاين عادي. انت ممكن يعني هي الفكره انك الحاجه اللي تمسكها تتميز فيها بس.
هو حضرتك انا مترجم، تمام. انا حضرتك مترجم يعني شغل اللي هو الشركات زي البترول زي الحاجات دي يعني في نفس الكارير ده، فانا مش خلينا عارف نقول يعني برضو، عشان ادخل. خلينا نقول ايه برضو، مفيش حاجه اسمها مترجم، ما انا مش بختار، انا قلت الكلام ده في المقدمه. يعني افرض جالك بنك، خش في البنك، جالك مكتب محاسبه، خش اللي يجي لك خده واشتغل فيه، وانت فيه دور بقى اللي انت عايزه. حضرتك فاهمني؟ ها اه فاهمة. دايما اي اللي يجي لك يعني انا اقول لك حاجه، انت لو شغال مثلا في مكتب محاسبه صغير عندكم في السواج مثلا اللي هو بيعمل اقرارات ضريبيه، وجي مثلا مكتب مثلا يعني كبير شويه طلب ناس، فرحت انت تتقدم للمكتب دوت وانت شغال في مكتب صغير، واحد لسه جديد خالص ما يعرفش حاجه وقاعد في البيت مش عايز يشتغل بيتنك يعني، يقول لك انا عايز اشتغل في مكتب كبير، تعرف المكتب الكبير هيعمل ايه؟ هياخدك انت عشان تشتغل في مكتب صغير، فتبقى فرصتك احسن من اللي قاعد ما بيشتغلش. طب حاليا فاهم؟ اركز على حاجة معينة؟ اه لا ما يعني هتركز على زي ما قلت على الاكسل، تطور تقوي نفسك في الاكسل، في البرزنتيشن، في المايكروسوفت اللي هي الباوربوينت، في حاجه اسمها الباور بي اي، حاجات كده في الكمبيوتر اللي هي البيزكس دي لازم تعرفها. وقلنا لو انت هتاخد مثلا حاجه زي كويك بوكس كده، الحاجات الخفيفه دي اللي تساعدك في الشغل الصغير ده، اوكي، وتبدا بقى تدور على شغل ان شاء الله. هو انا ان شاء الله هعمل شهاده مهنيه يعني، بس حاليا انا عاوز اقوي نفسي بس في الانجليزي الاول. انا شغال على نفسي في الانجليزي حاليا اه انا نسيت في اقول طبعا الاكسل وكده. الانجليزي ده اساسي يعني، احنا يعني انا يمكن انا غلطت ما قلتش الانجليزي ده اساسي طبعا. يعني انا لغايه دلوقتي عندي مشكله ان انا مثلا بتعامل مع ناس انجليزي وناس هنود والكلام ده، اللغه بتاعتي ممكن ما تساعدنيش. يعني انا يمكن ساعات بدي محاضرات او بعمل لقاءات عامه، بيبقى عندي مشكله ان انا ما اقدرش اعمل او ايه، قدرتي على توصيل المعلومه بتقل لو انا بس لو انا بقول بالانجليزي، لان انا مش تعليم عربي وبتاع، مش دايس. لكن انا عارف انت لما باجي اشرح بالعربي اقدر اقول لك امثله ومش عارف ايه، واجيب لك مثال ايه، واقعد احكي واحكي معاك، فالمفردات الكلام بيساعدني اكتر. فعشان انا ما كنتش برضو اهتميت بالانجليزي وانا صغير، كانت عامله عندي صعبه، بس عادي انا تجاره عربي، بقول لحضرتك الدنيا مش صعبه يعني. يعني أنا ممكن أبدأ في شهادة مهنية حاليا يعني برضو حتى لو الإنجليزي بتاعي ضعيف، صح كده؟ لا ما هو بص، ضعيف يعني ايه؟ ما هو تختلف يعني، ضعيف بنترجم كل كلمة وبعد ما تحط الفقرة ما بتعرفهاش، دي مشكلة. عايز تعرف إذا كان مستواك ضعيف ولا لأ؟ أنا عم نزل محاضرات على اليوتيوب اللي هي بتاعت الإف إس دبلومة، اسمع 3 4 5 محاضرات منهم وشوف الدنيا هتمشي معاك ولا لأ. لقيت لك تمام بتفهم ماشي. بتاع وبتقرا والدنيا ماشية، يبقى كمل. ما لقيتش يبقى أنت عندك مشكلة. في ناس خد بالك عندها، يبقى عندها عقدة بالإنجليزي، لأن أنا مر على الناس دي اللي هو بيقعد يترجم كل كلمة، وبعد لما يترجم كل كلمة برضه يقرا ما يفهمش، ده مصيبة، ده خلاص ده يبقى صعب جدا يعني. هو مستواي A1 يعني، بس يجي مني يعني، خلاص ما وفي انا نفس بقول لك، الوقت انا شغال عليه. ما هو انت مين اللي يقول، مين بقى اللي هيحكم على الكلام ده، انا ولا انت؟ انا طبعا طب خلاص انت اللي تحكم على الكلام ده. وزي ما قلت لك عايز تجرب، اسمع 4 5 محاضرات من الموجوده على اليوتيوب اللي هي الخاصه بالمقدمه، المحاضرات مجانيه يعني، مش بعمل دعايه، خاصه بالاي فور اس، تسمع المحاضرات تشوف مستواك هيمشي اللغه. انا بشرح بالعربي، بكرر المصطلحات مرة واثنين وثلاثة وأربعة، فأنت شوف الدنيا هتمشي إزاي. ماشي تمام، شكرا لحضرتك اتفضل دكتور. تحت أمرك في أي وقت. بص يا احمد، بعد اذن حضرتك بس تعقيب بسيط. في خطه تقييم لغه انجليزيه، وبشكل عام في ماتيريال انجلش فور فري تقدر ترجع لها في الماتيريال المرفوعه. تمام، يعني تقدر تشوف المكتبه بتاعه الكورسات، هتلاقي حاجات تفيدك ان شاء الله. وكمان في فيديو على اليوتيوب في الليسته بتاعه الكارير كوتشنج، هتلاقي إن شاء الله فيها كمان إزاي تقيم مستواك وإيه المستوى المطلوب لسوق العمل. ممتاز. أنا على طول في البوست بتاعك المثبت، بس أنا ولما عملت تقييم مستوى لقيته A1 يعني. ما اعرفش ايه وان بقى دي يعني ايه، واشوفه اه والله. المفروض اه يعني المفروض هو كده جيد جدا يعني، المفروض ما عندكش مشاكل. كويس كويس. طب تمام. What's your name? What's your name? My name is Ahmed. Oh, good. يلا عبد الرحمن القط. حبيبي يلا السؤال اللي بعده. اتفضل اتفضل عبد الرحمن. عبد الرحمن اتفضل. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. يا حبيبي اهلا بيك. الو. ايوه فندم اهلا سامعك، بكم. اتفضل.
أنا خريج تجارة 2021 جامعة ممتاز دمياط، تجارة عربي، ممتاز مفيش جيش. حلو جدا. بعد ما خلصت على طول قلت أستغل السنة اللي أنا بعد ما خلصتها على طول دي إن أنا أقوي نفسي في المحاسبة شوية، فرحت بادئ على طول فترة زي كده سي إم إيه. هايل هايل. بعد ما بدأت السي إم إيه كنت مثلا حجزت مع محاضر إن أنا مثلا ألزم نفسي في المذاكرة وكده عشان ما يبقاش في مماطلة وكده. بس لما بدأت يعني كان في مشكلة في الأول، مصطلحات بواجه صعوبة في عادي، فهم مشكلتنا المعلومة، كلنا في الشهادات من اول 3 اشهر كده بتبقى العمليه صعبه. في فهم المعلومة باخد وقت استوعب. المهم صح وصلت لحد البادجت وسقطت، ما ماشي. عدتش النوع. بدأت مثلا إن أنا قلت إيه أقوي نفسي في المحاسبة المالية شوية، لأن أنا كنت على قد مثلا الدراسة في الجامعة للامتحان وبس كده. فكأساس للمحاسبة عندي اللي هو المبادئ والأساسيات والحاجات في الأول كانت ضعيفة شوية. اتجهت إن أنا مثلا إيه طبعت كتب الكتب بتاع الكيسو إن أنا أذاكرها، شفت انا بعدين بقى كويس. قلت إيه ماشي كمل. بعد كده قلت مثلا لإيه لقيت مستر سامح عامل قناة سي بي إيه، قلت مثلا أذاكر اللي هي الفار، جزء الفار ده من سي بي إيه. ليه بعد كده ليه أنا دخلت عايز حاجة؟ الأساسيات. ما طب لا، الاساسيات تاخدها من بص، الاساسيات مش هتاخدها من الشهادات المهنيه، الاساسيات هتاخدها من الكتاب اللي انت كنت بتقرا فيه بتاع كيسو ده. طب كمل. كمل، دخلت بعد كده على الفور. كمل. وبعد كده شفت فيديوهات حضرتك اللي هي على اليوتيوب بتاعت الاي ار اس. ففي يعني ايه عدت سنة كاملة لان خلاص. وانا انت كده اللي انت بتعمله ده، اسمح لي اقول لك ان ده اسمه تردد. تردد، انت لازم تحدد حاجه، ودايما اقول للشباب ايه، اخترت حاجه كملها للاخر، ايه اللي هيحصل؟ بص انا هتكلم عن نفسي، يعني لو انا دخلت اعمل اف ار اس وبعدين حسيت ان انا مش كويس، اسيب الاف ار اس اخش في السي ام اي، او سايب السي ام اي اخش في هو انا السي كنت بي اي. مركز على السي ام اي خلاص. طب سبتها ليه؟ سبتها ليه؟ ايه حسيت يعني عشان كنت مثلا باخد وقت في استيعاب المعلومه، ايه اه كانت كنت بضيع وقت كتير. حسيت ان انا لسه يعني ان انا مش قوي ان انا ايه ادوس فيها شويه. التكرار التكرار. انا رايي لو انت عايز تعمل شهاده خلصت. طب انت عملت ايه؟ خلصت كيس ولا لسه؟ لا انا حاليا بذاكر في كيسو يعني اللي هي الحاجات عشان هو الكتاب كمان بتفهم من كيسه؟ اه بفهم يعني الحمد لله. يعني انا وصلت لمرحلة ان انا فهمت حاجات كتير في المحاسبة المالية، خلاص ومستواي في الانجليش اتطور جامد. حلو جدا. بس هو يعني خلاص. التشتت والتوهان واللخبطة ان انا لا حاليا يعني شغل او مثلا طب انت كل اشتغل ده اول. شغال ولا مش شغال؟ انا بشتغل حاليا في مجال غير المحاسبة، بشتغل في صيدلية واقف في صيدلية يعني. من سنة أولى كلية. الموضوع ده على فكرة مجالك. بيأثر عليا في الكلية، إن أنا ما كنتش بركز في الكلية أصلا، فجبت ما درجة بقول لك تقدير ايه مقبول. الغلطه، انت بتقول ان انا قلته في المقدمه ان الشباب ما بتفوقش الا بعد ما بتخلص يعني، بس عادي، بالظبط كده. في قاعده تقول لك ايه، اتس نيفر تو ليت، يعني ما فيش حد بيتاخر. انا شايف ان ما طبعا انت عندك شغل بيجيب لك مصدر دخل، ما اقدرش اقول لك سيبه. بالظبط بس انت حاول لو تعرف تمسك حاجه فيها حسابات بتاع، يعني تصرف، يعني لو ان انت انا كمان عايز تشتغل في مهنه، الكوميات يعني لو انت عايز تشتغل في مهنه. الكوميات المجال مثلا متوسع اصلا في القاهرة شوية، اللي هو المكاتب محاسبة والشركات وكده. ان انا مثلا عشان اخرج من محافظة الكوميات لازم ما ينفعش اسيب الشغل اللي انا فيه لما الاقي حاجة ان انا هبدأ اشتغل منه، ما انت خاصة في ظروف لازم يعني. تحاول تميز نفسك وتنطلق بقى. طب بس انت يعني، والكمبيوتر السوفت وير اللي هي الكمبيوتر شغال عليه اكسل والمعادلات وكده يعني انا كويس. كمان شغل الصيدلية في اللي هو السيستم وكده، فانا ايدي في الكمبيوتر كويس. لا، الانجليش برضه السيستم بحاول ده يعني سيستم ده داتا انتر. لا بس عارف. ايوه لا، انا يعني فاهم. تعرف تعمل باور بوينت، تعرف تعمل برزنتيشن، الحاجات لا اللي بوينت باور بي اي، اكسل. الاكسل، الكلام ده لازم الحاجات دي تخلي بالك، مهمه قوي. حاليا باخد كورسات، بقول ان انا مثلا قاعد انزل كورسات كتير ومعايا مصادر طيب كتير. بص يا ريس، انت دلوقتي اول ما تخلص بس التارجت بتاعك في كيسو، لو عايز تاخد شهاده مهنيه دور على شيء، يعني ركز في شهاده مهنيه، ابدا فيها وكمل فيها للاخر، ولو انت عايز تغير تعمل شيفت للكارير ابدا من دلوقتي دور على شغل. انت بتبدا بتبعت يعني بتحاول تدور على لا شغل ولا انا لسه ما حاولتش؟ لا صح. بدور ورحت انترفيوهات كتير،
كل يعني على فكره بمناسبه الانترفيوهات الكتيره، انا واحد صاحبي كان خبره مثلا 5 سنين وكان خبرته كلها في الشغل بتاعه يعني، وكان بيروح يعمل انترفيوهات، يروح يعمل انترفيو يتسال ما يعرفش يجاوب، يروح يعمل وكان يجي يعني يعني الحمد لله يعني كان يجي يسالني السؤال ده ايه، اقول له لا ده المفروض كان يبقى كذا كذا كذا، يروح يعمل انترفيو تاني يتسال ما اعرفش يجاوب، فيجي يسالني. عمل مثلا حوالي بتاع 8 12 انترفيو، الانترفيو رقم 13 او 14 قبل فيه. عارف قبل فيه ليه؟ لان هو خد خبره من الانترفيوهات اللي بيعملها، 13 14 انترفيو ده دخل في ال 13 قبل او ال 14 قبل، خد خبرات. فكل حاجه خبرات، ما تيأس، اعمل انترفيوهات مره واثنين وثلاثه وهتيجي معاك يعني، بس انت حدد التارجت بتاعك وامشي فيه. التردد لا يفيد يا عزيزي ايبك ولا شيء، التردد ما فيش استمراريه في الشيء اللي انا يعني انت حددت المشكله، انت حددت المشكله بالظبط، عالجها بقى، عالج المشكله. يعني انا خلاص الكتب بتاعت كيسو اللي هو ذاكرها كويس، مذاكره مظبوطه تمام، بعد كده كمل في السي ام اي. كمل في السي ام اي مش وحش، مش غلط. لو انت عايز تشتغل في مجال الشركات سي ام اي، لو انت عايز تشتغل في مكان المكاتب ممكن تبدا الاول بي اي فور اس، وبعد الاي فور اس يا اما تروح على السي بي او تروح على الاي سي سي اي. تمام. كمان بالنسبه للخصم بتاع السي ام اي ده اللي هو يعني في ندم شويه ان انا بقالي سنه مخلص الخصم بتاع السي ام اي هيخلص. مش رايك بص، ما نسيبك من الخصم والكلام ده، ده شغل بروموشن بيعمله المعهد عشان يجيب الناس تخش تمتحن وكده، لكن انت تمتحن لما انت تبقى جاهز. يعني انا مش يعني انا مش هروح اخد السي ام اي عشان في خصم وبخش امتحن عشان في اجهز وكون جاهز مستعد اخش امتحن. يعني انت تلوم نفسك مش عشان الخصم راح، لا تلوم نفسك عشان الوقت اللي ضاع وانت ما خلصتش فيه الشهاده. تمام. بس ده اللي اقدر اقوله يعني. يعني سنه عدت عليا بعد التخرج دي. هي دي النقطه، انا في السنه دي انا سنه واحده كنت خدت السي بي على فكره. سنه واحده كان ممكن تخلص ماده، كان ممكن تخلص ماده في في السي ام اي، وما كانش في جيش كمان، كنت حابب ان انا استغلها. معلش عادي، بص اتس نيفر تو ليت. انا عندي كام سنه دلوقتي؟ تديني كام سنه؟ حاجه 40. لا انا عندي سنة. انا عندي 51 سنه تخيل. ولسه يعني خلاص قربت اطلع المعاشه ولسه بفكر ادرس، عايز ادرس شهاده كده بفكر عادي. اتس نيفر تو ليت يا باشا. هو أنا اللي اكتشفته بعد التخرج إن هو إن أنت لو ما طورتش نفسك واشتغلت على نفسك أنا هتتبخر. ما ده اللي أنا قلته، ده اللي أنا قلته، ده اللي أنا قلته. ومنافسة قوية جدا، ومنافسة أقوى بره مصر كمان، مش جوه مصر، بره مصر كمان. مصر. اتفضل يا باشا، شكرا لحضرتك وربنا يوفقك يا رب. نيكست. شكرا جدا. اتفضل اتفضل. اتفضلي يا شاهد. اتفضلي يا شاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. لو سمحت انا في تانية تجارة انجليش وعندي مشكلة في المواد العلمية، يعني انا حاساها كامتحانات بس لكن متأهلنيش لأي حاجة كشغل. يعني انا ماشية فيها التقدير تمام، يعني في اولى كنت الحمد لله جبت امتياز وفي تانية المواد كويس، بس عايزة بقى ان انا احول المادة دي لحاجة تفيدني في الشغل مش على قد الامتحان. انا جبت معلش سؤال لحضرتك، سؤال حضرتك تعرفي الشغل ازاي؟ انت حضرتك شفت الشغل فين؟ ما شفتوش، لسه اقدم بقى على تدريبات والحاجات دي في الاول. ما يعني عرفت منين الحاجات دي؟ مش هتيجي في الشغل اذا كنت ما شفتش الشغل. يعني الدكاتره وبيقدموها نظري قوي وحس شويه فاهمه او ما اقدر اطبقها. يعني مهنة دوبك اسئله كده. هي مهنه المحاسبه والمراجعه مهنه سلوكيه اصلا يعني نظري، احنا مش دكاتره وانا دكتور بمسك مشرط وافتح يعني واعمل عمليه، او مهندس بمسك حاجه، لا ما هي المهنه اصلا نظريه اصلا. يعني مهنة المحاسبة والمراجعة مهنة نظرية. أنا المطلوب منك بس لو أنت قلت جبت في أولى امتياز؟ آه. جيبي عايزك بقى تجيبي إن شاء الله في سنة تانية امتياز إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. وأنت في سنة تالتة. تشوف الجامعة عندكم لو بتعرفوا تاخدوا منحة خاصة بالسي إم إي ولا لأ. وأنت في تالتة ذاكري بقى الشهادة المهنية اللي هي السي إم إي. ابدأي بارت 1 ذاكريه مع تالتة. بس برضه وأنت في تالتة إن شاء الله تجيبي امتياز. تخش في رابعه ان شاء الله، تخش في رابعه ان شاء الله تكوني خلصتي بارت 1 بتاع السي ام اي، في رابعه تاخدي بارت 2، تخلصي بارت 2 وان شاء الله برضو تجيبي امتياز ان شاء الله، تخلصي الجامعه وانت معاك امتياز ومعاك السي ام اي، يعني خلاص انت كده ربنا يوفقك ان شاء الله. طب لو انا قدامي فرصه تدريب في مكتب محاسبه الاجازه دي ان شاء الله هتبقى مفيده ليا كطالبه؟ جربي. بصي التدريب كويس هيفيدك، هتتعاملي مع ناس، هتفهمي الدنيا ماشيه ازاي، بس خلي بالك من صاحب المكتب ما يقول لك انت بتدرسي في الجامعه ملوش دعوه بالواقع، هو ما يعرفش ومش فاهم.
لان هو ما كان في الجامعه ما كانش كويس، ما كانش مذاكر. اللي بناخده في الجامعه ليه علاقه بالوقت، نقطه من اول السطر. اللي بيقول لي غير كده فعلا دي سمعتها كتير، عشان كده ما هم كانوا طلبه مش فاهمين، ما كانوش عارفين. اللي بنقوله في الجامعه هو اللي ليه علاقه بالواقع بس. تمام، شكرا لحضرتك. ماشي كده. بس احنا عشان احنا في مصر عندنا الفهلوه، الدنيا ماشيه بالفهلوه شويه، ده اللي مودينا في داهيه يعني. تمام. ركزي في الجامعه، تقديراتك عاليه زي ما قلت لك، سي مي تخلصي. لو انت ظروفك الكويسه والكلام دوت، ممكن بعد ما تخلصي الجامعه تقومي واخده كمان السي بي اي. كل سنه وانت طيبه بقى، محدش هيحصلك ان شاء الله. تمام إن شاء الله، شكرا ان شاء لحضرتك. الله ان شاء الله بالتوفيق. أحمد أبو بكر. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيك. أنا خريج 22 تجارة إنجليزي. ماشي. وبعدين؟ أنا طبعا متابع حضرتك على اليوتيوب، وبدأ أدرس الأيفرز، وسمعت فيديوهاتك يعني اللي هي التقديمية كلها اللي على اليوتيوب، وبدأت في الأيفرز. بس أنا حاليا كنت عايز أسأل حضرتك، هو عادي إن أنا مثلا وأنا دلوقتي أنا بدور على شغل بس مش لاقي، يعني في مكاتب أو كده بس مش لاقي، فأنا بدرس دلوقتي ومستني عشان الامتحان في شهر 6، فعادي إن أنا أقعد من غير ما أشتغلش عادي؟ يعني أنا بشتغل شغلانات ما هو تانية. السؤال جالك شغل عشان نقول عادي؟ ما هو انا يعني ايه، انا لما باجي اقارن هل انا جالي الشغل وبقارن كان بين جاي شغل، اللي جالي وبين ان انا اقعد في البيت، ولا انت ما جالكش الشغل اصلا؟ لا هو كان بيجي شغل، بس كان جه شغل في شركة في الجيزة، وأنا رفضت للأسف، يعني دي لظروف والدي ووالدتي، قالوا لي استنى بقى عشان الشهر 11 يعدي، والكلام اللي في مصر يعني ايه شو ثورة والكلام ده، يا عم كلام فما فاضي رضوش الكلام ده. يا عم الحياة تستمر. ما هو كلام فاضي، أنا مع حضرتك، بس أنا الولد الوحيد اللي عندهم، طيب ماشي، ما هو لما تجيلك فرصة تانية، لو جات لك فرصة شغل امسك فيها على طول، بس ده اللي اقدر تمام، مفيش يعني. مشكلة. انا أنا رأيي اذا يعني مش عايز بس بقول الكلام تاني، فرصتك انك تلاقي شغل افضل وانت شغال في شغل قليل بتبقى أيوة احسن بكتير واكتر بكتير لو انت قاعد في البيت من غير شغل. تمام، مفيش مشكلة. والسؤال بس للمستر محمد صابر بعد إذنك. اتفضل. كنت عايز أسأل حضرتك مستر محمد، الراوند بتاع شهر 11 هتفتح امتى؟ هتفتح في النص التاني، يعني من 15 ل 25 ان شاء الله. ما فيش مشكلة. تمام، تسلم. اتفضل كرم. اتفضل. اللي بعده يا فندم، اتفضل. مصطفى فوزي. مصطفى، ده تقريبا مصطفى كان بيهرش فرفع ايده بالغلط. لا لا، انا صوتي واضح ولا؟ ايوه يلا قول. كده واضح. تمام كده. انا لا والله كنت بتكلم مش بالغلط، بهزر محمد معاك صابر يا يا رب حالكم بخير. بس احنا ساعات كده ايه، واحد يعمل كده بخير برضه. يعمل كده فتفتكره عايز يرفع ايده، فتقول له قول اتفضل، يقول لك لا انا كنت بهرش بس. لا لا خالص خالص والله، يا قول رب حالكم لا درش قول يا حبيبي. انا بس طالب نصيحه من حضرتك وتوجيه، يعني اللي هو انا ماشي صح ولا غلط. تمام، انا في رابعه تجاره انجليزي جامعه الازهر، 3 سنين جاي جدا. اوكي تمام. الكليه الى حد ما انا شايف نفسي مش مستفيد منها باي حاجه، غير من سنه اولى طلعت يعني 70% من اساسيات المحاسبه، ده اللي اقدر اقوله ان انا استفدت يعني من الكليه. اوكي كويس. مم. فحاليا بعد ما عرفت محمد صابر وكده، والحمد لله يعني اتشجعت ان انا ابدا ايفرس وبدات. بس برضه مش يعني الامتحان 12 ده مش ناوي ادخله، وفي نفس الوقت لو انا بذاكر مذاكرتي، فامتحان شهر 6 ده للاسف هيكون في وقت امتحاناتي انا بتاع الكليه، فانا مش ضامن. خلاص خلاص، ركز الاولويه للكليه. نعم، الاولويه للجامعه. تمام، مفيش مشكله. وفي نفس عايزين الوقت انا بذاكر، يعني هو في نفس عايزين الوقت انا مش عايزين متاخر. لا لا مش عايزين جيد جدا للجامعه بس. تمام ان شاء الله بص، هجيب. عشان بس اوضح لكم حاجه مهمه قوي، الكلام ده مش اي حد هيقوله لك. يعني شهاده دبلومه الاي اف ار اس هي شهاده
شهاده ضعيفه في السوق، مش قويه على فكره. شهاده دبلومه الاي اف ار اس يعني، يعني لما تيجي تقارنها مثلا بالسي ام اي او بالسي بي او الاي سي سي، شهاده ضعيفه يعني، مش تقيله يعني. بس هي الفكره في ايه؟ يعني انت ممكن مثلا اديك في حالتك انت، بس انت طالما انت بتذاكر اف اس والكلام ده، تكتب بس في السي بتاعتك ان انت عندك ايه؟ نولج بالاي اف ار اس، ده كفايه يعني. انا مثلا لو انا بشوف السي في بتاعت واحد لسه متخرج سنه 2023 وكاتب لي ان هو عنده نولج في الاي اف ار اس، ممكن اجيبه يعمل انترفيو، وفي الانترفيو بقى اتكلم معاك الاقيك فاهم خلاص بتشتغل يعني. حتى دايما معظم الناس اللي بتطلب دبلومه اف ار اس يعني في الوظائف اللي هي، ممكن ما يطلبش الدبلومه نفسها، بس يقول لك ان انت عندك نولج بالايه؟ بالاي اف ار اس. فانت كده ماشي صح. تركيزك على الجامعه اهم حاجه، تحافظ على التقدير جيد جدا، خد بالك جيد جدا، بعد كده ممكن يفتح لك فرصه، تيجي لك فرصه تشتغل في مصلحه الضرائب، تشتغل في بنك مصر، تشتغل في بنك الاهلي، يعني ممكن تجيلك فرص تقدير. التقدير بتفتح فرص يعني. على فكره انا برضو من ضمن الحاجات اللي فتحت لي فرص، انا ما كانش عندي واسطه خالص على فكره، بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني، ما كانش عندي واسطه. التقدير اللي انا كنت جايبه على فكره، احنا على ايامنا كان اعلى تقدير جيد جدا، ما كانش في حاجه اسمها امتياز. انا افتكر كنت طالع الخامس على الدفعه. فالتقدير ده مهم، التقدير ده مهم، هيفتح لك مجالات انت ممكن ما تعرفهاش. اتفضل. تمام، هو ده تقريبا ان انا ماشي فيه يعني. انا مش مدي تركيزي للايفرس اللي هو انا داخل الامتحان بتاع شهر 12 او شهر 6 يعني. هو معلومات زي ما حضرتك قلت، اللي هو انا بحصل نولج بس يعني. الصراحه هي اضافت لي كتير عن اللي الجامعه اضافته ليه. بتذاكر في نفس من الوقت مين؟ زي ما حضرتك قلت، بتذاكر الاولويه من مين؟ للتقدير برضه. بتذاكر ايفرس تسمع من مين؟ مني ولا من مين؟ ولا من حد تاني؟ ده اكيد. والله ما متابع حضرتك حتى في الجروب، الناس كلها عماله تدور على معيار الريفينيو، فلسه بندور عليه طيب تقريبا. كويس، متابعني انت. طيب خلاص، هتاخد نولج كويسه ان شاء الله. تمام، فهو يعني انا تقريبا زي ما حضرتك بتقول بحصل نوليدج، وفي نفس الوقت ان شاء الله لو النوليدج كافيه هخش الامتحان ان شاء الله، بس لكن اللي هو مش هيكون قريب يعني، مش في شهر 12 او شهر 6. ان شاء الله ربنا. فانا كده تمام ولا محتاج ايوه اركز تمام، في ما حاجه تانيه ولا ايه؟ مفيش حاجه تانيه تقدر تعملها. انجليزي، تدريب انجليزي بس عادي، بيبقى في ناس بيبقوا تدريب انجليزي ما بيعرفوش يتكلموا انجليزي. لا 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 الانجليزي لا يعني، الحمد لله تعرف تتكلم لا لا انجليزي كويس. الانجليزي كويس. هو بقى الاكسل، انا الاكسل اللي راكنه والاكسل للاخر لازم تسيب للاسف. مهم قوي للشباب، والباور بوينت برزنتيشن، وفي برنامج اسمه او في حاجه زي الاكسل تمام كده يعني، هو الاكسل زي ما حضرتك يعني، انا في اسمها عادي لو اجلته الاجازه عادي. عادي باور بي اي. تمام، مفيش مشكله، خلاص ان شاء الله واكيد حاجات بالتركيز على تانية بقى الايفرس. محمد هيدوك عليها. محمد صابر برضو في الحاجات دي احسن مني في الشباب، ما انا يقول مع استاذ محمد، انا استاذ محمد معاه من بدري هيقول لكم وكده. اكتر. حضرتك تسلم، تسلم، ربنا استاذنا يخليك. لا في حاجات بقى حضرتك استاذنا. في السوق الجديد ده، انا يعني ما خلي بالك برضو انا يعني، حتى يعني الحاجات دي ما بشتغلهاش يعني، اكسل والكلام ده انا ما بشتغل يعني، خلاص بقى انا عجزت الكلام ده. هو الجديد بس هو باور بي اي باور بي والتريكس. اي، انا قلت باور بي اي مش كده؟ يعني هو ما فيش تغييرات كتير، بس هم اغلب الجونيورز ما بيستخدموش التولز دي اصلا. لما المفروض بنبدا نستخدمها من اول السينيور مثلا لحد المانجرز. اوكي اتفضل، اللي بيسأل اللي بعده يلا. عبده اخر حد بقى، عبده عشان ما نتعبش معانا استاذ عبد الله. بعد اتفضل اذنك يا عبده. استاذ عبد الله، انا كنت عايز اعرف هو السي بي اي ولا الاس سي اي فيها ماده علميه اكتر، ومين فيهم بتبقى مطلوبه في سوق العمل يعني؟ الاثنين زي بعض ولا في ناس مثلا تقول لك لا لا، سي بي اي ما في يكونش سوق معاك؟ العمل، في سوق العمل الاثنين زي بعض. طب كماده علميه؟ ما هو انت بص لازم تفهم الاول ايه الفرق بين الشهادتين يعني، عشان برضه اوضح لك الفرق بينهم بنظره حياديه يعني. طبعا اولا انا معيش الاي سي سي اي، فطبعا الاي سي سي اي يحكي لك عنها الناس اللي هم اللي بيذاكروا اي سي سي اي اكتر يعني. بس هو في فرق كبير جدا في الاي سي يعني. انا دايما سالت السؤال ده كتير، هجيبه لك من الاخر يعني. الفرق بين الاي سي سي اي اللي هي شهاده بريطاني، وبين السي بي اي اللي هي شهاده بريطاني، هو الفرق بين بريطانيا وامريكا بس. يعني ايه؟ شوف امريكا ايه وشوف بريطانيا ايه وانت تعرف. الامريكان ليهم اسلوب يعني، الامريكان مثلا عندهم التخصص مهم جدا، بيعرفوا يعملوا بروباجندا ودعايه للحاجه بتاعتهم يعني، امريكاني حاجه امريكاني يعني. ده اول حاجه، ده عشان بس ايه ناخد خط كده. طب تخش في الماده، في الماده العلميه، في الماده العلميه الاي سي سي والكلام ده بيعتمد انك تكتب وتقرا وتحفظ حتى ناس مثلا بتيجي تاخد في الاخر دبلومه بيبقى فيها عنصر حفظ كتير ولازم تكتب كتير وكده. في السي بي اي مفيش حاجه اسمها حفظ،
السي بي مثلا لما يجي يمتحن يمتحن في حاجه اسمها ستيموليشن، يعمل ايه؟ يقول لي قول لي المعالجه المحاسبيه الخاصه برسمله الفوائد موجوده فين في المعايير؟ فانت تعمل ايه في الامتحان كده؟ تخش تعمل سيرش على حاجه اسمها الكوديفيكيشن، وتعمل سيرش تدور تجيب المعالجه المحاسبيه فين، وتقول له المعالجه المحاسبيه دي موجوده في المعيار الفلاني الفقره الفلانيه الباراجراف الفلاني، وتقوم مجاوب كده الاجابه كده. ليه؟ لان في البراكتس ده الناس مش فاهماه برضه، مفيش يا بيه حد حافظ المعايير اصلا. انا بقى قاعد شغال كده حضرتك، بتجي لي معالجه محاسبيه، المعالجه دي انا بقى بعرف ان الحته دي ادي معالجتها مثلا موجوده في اف ار اس رقم مثلا 15، وانا حافظ المعيار، بقوم جايب المعيار فتحه كده المعيار ومجايبه، ادور كده في المعيار، اه والله في فقره اللي بتعالج المعيار كذا، اه ده دي المفروض معالجتها تبقى كذا. هو ده اللي بيحصل في البراكتس، مفيش حد بيبقى حافظ المعيار. ولا انت فاكر ان انا حافظ المعايير كلها؟ مش حافظ المعايير كلها بقى. انا بس عشان بدرس وكده فبتبقى حاضره في ذهني. فالسي بي اي بتبقى رأي الشخص يعني بتبقى براكتيكال اكتر، لان في البراكتس محدش حافظ المعايير. الاي سي سي اي عامله في الاي سي سي اي وفي الاف ار اس يقول لك اكتب لي رقم المعيار ومش عارف ايه، مش براكتس. لكن كمعلومات الاي سي سي اي طويله، فنظريا الحاجه الطويله الشهاده الطويله هتديك معلومات اكتر، صح ولا لا؟ اه صح. فيبقى انا اقدر اقول لك ان الاي سي سي اي بدون تحيز تديك معلومات اطول، لان هي شهاده اطول وبتدرس عدد مواد اطول. انت عندك فكره تدرس كام ماده في الاي سي سي اي؟ 9 تقريبا. 9 مواد لو انت خريج كليه تجاره واخد اعفاء والكلام ده. في السي بي اي بتدرس 4 مواد، فهل ينفع اقارن 4 مواد ب9 مواد؟ لا، 9 مواد اكيد اطول طبعا، اكيد اطول. الاي سي سي اي كمان فيها نقطه، الاي سي اي الناس ما تعرفهاش او يمكن تعرفها، انك ممكن تخش تدرس الاي سي سي اي وانت معاك ثانويه عامه. بس لو انت معاك ثانويه عامه، اه الهنود بيعملوا كده، الباكستانيين او الهنود الباكستانيين، هتدرس 14 ماده، هتدرس 14 ماده بالثانويه العامه لو انت معاك الجامعه. فالاثنين صح. وبعدين خد بالك السي بي اغلى، السي بي اغلى كتكلفه، السي بي لازم تخلصها خلال سنه ونص، فبتحطك تحت ضغط جامد جدا. الاي سي سي تاخدها براحتك مفيش ضغط. فدي كلها فروقات طبعا، دي كلها فروقات يعني. وعايز اقول لك بقى معلومه بقى، اصلا الاي سي سي دي ما كانش ليها وجود في مصر، ولا السي ام اي كان ليها وجود في مصر، كان الشهاده اللي رقم واحد في مصر كانت السي بي اي، لان كان ليها بريق. انا قلت الكلام ده قبل كده في احد المحاضرات يعني، ليها بريق لان الناس كانت تسافر امريكا. تخيل بقى انا اول سفريه في حياتي يا باشا اطلع امريكا في حياتي كانت سنه 99، اركب الطياره واسافر امريكا، وكان في ناس بتطلع امريكا ما ترجعش اصلا وتاخد الجنسيه وبتاع، فكانت شهاده عليها اقبال يعني. وكنا نمتحن بالورقه والقلم كده، كنا نقعد في حاجه اسمها الارض المعارض دي، تبقى ناس جايه من كل دول العالم رايحه تمتحن في امريكا، تبقى مثلا 5000 واحد قاعدين في مكان الامتحان كده ولا حاجه. فكانت ليها بريق جامد جدا. لما جت بقى في 2001 حصل احداث سبتمبر وامريكا قفلت التاشيرات ومحدش بقى يسافر والكلام ده، بدات السي ام اي تخش السوق المصري، وبدات الاي سي سي اي تخش كمان السوق الايه؟ السوق المصري. فهم اصلا لما دخلوا السوق المصري دخلوا لما السي بي اي ضعفت يعني، لكن الاثنين زي بعض في سوق العمل في مصر. واعتقد في مصر نسال محمد، انت محمد انت في مكتب محاسبه في بيوت فير محمد في بيك فور؟ انا في برايس ووتر هاوس. طيب انت عندكم ايه بيفرقوا في لما تيجي تاخد ترقيه او تاخد بروموشن او تاخد بوزيشن، بيفرق بين السي بي والاي سي سي ولا بيعتبرهم ايكوفلنت؟ انا يعني ناخد نظره عمليه. لا الاثنين ايكوفلنت. بس كده خلاص، شكرا. يبقى انا اجابتي كانت صح لما قلت لك الاثنين في سوق العمل زي بعض. طب معلش سؤال كمان يا استاذ عبد الله. يلا بيه اتفضل. لو انا قدامي ادرس منحه السي ام اي بس اللي انا في الجامعه يعني، بس انا ناوي اشتغل في مجال الاوديت، ادرس السي ام اي ولا لا؟ اه مش منحه؟ اه عادي. على فكره انت في مجال الاوديت انت ممكن تلاقي نفسك نقلت دخلت في الادفايزري، في الاوديت فيرم زي بي دبليو سي والناس دول عندهم سيكشن، عندهم حاجه اسمها الادفايزري. انت بيسموها ايه دلوقتي عندكم في السيكشن ده محمد؟ ادفايزر ريسك مانجمنت ولا ادفايزر ايه؟ ادفايزري بس. اه عندهم ادفايزري، ممكن الناس اللي معاها السي ام اي والسي اف ام اس والسي اف اي والكلام ده ممكن يشتغلوا في الادفايزري. الكلام ده صح يا محمد ولا مظبوط؟ هم بياخدوا السي ام اي هولدرز وبياخدوا السي ام اي واس اس اي وسي اف اي.
فانت ممكن تشتغل في الادفايزر في الاستشارات والكلام ده، بتبقى ممتازه يعني. تمام يا استاذ عبد الله، شكرا لحضرتك. بعدين جات لك منحه، يا بختك يا عم، يا ريت انا حد يديني منحه. شكرا. معلش هو سؤال بس اخير، هو احمد الخميسي بعت في الشاب بيقول انه مش عارف يرفع ايده، ده اخر سؤال يا شباب مش هناخد غيره. تمام، اقول السؤال عشان احنا طولنا كده. اتفضل يا احمد. السلام عليكم، مساء الخير استاذ عبد الله. لو سمحت دكتور، انا في فرقه رابعه تجاره انجلش، وذاكرت السي ام اي في الاجازه اللي فاتت دي، وانا حاليا دلوقتي في يونت، خلصت يونت 16، فناقص لي 17 18 لحد 20. فانا دلوقتي خلاص همتحن الميد قريب، وحاسس ان هقف وان اللي فات ده كله هيضيع، لان انا لازم اظبط التقدير السنه دي عشان التراكمي عندي يبقى ايه، الجي بي اي في الجيد جدا. التقدير اهم حاجه، وكده كده يعني سمعت كمان ان الخصم بتاع الاي ام اي ال 50 لسه الخصم، لسه الخصم. انا تاني قلت تاني، انا مش هخش امتحن عشان في خصم. انت هتخش تمتحن لما تبقى جاهز، وتخش تمتحن لو انت في الجامعه بما لا يتعارض مع الجامعه. الاولويه الجامعه، الاولويه الجامعه. اتفضل، سؤالك ايه بقى؟ يعني انا بس يعني انا دكتور يعني صعبان عليا بس المجهود اللي عملته في الاجازه اللي فاتت دي. عادي، ما هي مشكله يعني، اذا تتعوض خلاص. هقول لك ايه، خلاص خش في السي ام اي وضيع التقدير يعني. يلا، ايه رايك؟ لا ان شاء الله. انا شايف ان انا بقول لك خش في السي ام اي وضيع التقدير، ايه رايك؟ ينفع كده؟ لا، انا شايف ان سنه الكليه مش هتتعوض، انما بس كده خلاص. شفت بقى انت قلت ايه بقى؟ سنه الكليه مش هتتعوض. ركز، اديها تقدير محترم كده، لان جيد جدا هتفرق معاك في حديث التخرج. انا بس عايز اقول رايي في حاجه، خلي بالك. انا عايز بس اقول التقدير يفهم مع حديث التخرج، بعد 3 سنين خبره التقدير ما بيفرقش. انا فاهم ده كويس، فاهم. انا بس عايز اقول حاجه لحضرتك، لما حد من الزملاء سال على الاي ار بي وكده، واوريكال لحضرتك قلت ان هو بيبقى داتا انتري. هو انا خدت كورس اوريكال، بس اللي ما خدتوش ان انا اكون داتا انتري. طبعا هو المفروض هكون كونسلتنت، ان انا بعمل الريسبونسابيلتي لليوزر، وحرفيا خدت كل حاجه في قلب البرنامج. انا فاهم ان ممكن بدايه شغلي كداتا انتري، وحته كونسلتنت دي بتبقى محتاجه خبره، لكن هو اكيد يعني، هو ده مجرد راي يعني. طبعا حضرتك اعلم ان الكورس مفيد جدا يعني لاي حد ياخده. ما حضرتك، انا قلت قبل كده تحديث تخرج، انا قلت قبل كده انت لو جبت جدان المصري اليوم وقريته هيبقى مفيد، صح؟ بالظبط، اي حاجه انت بتاخدها مفيده. بس هي الفكره في ايه؟ انت بتاخدها ليه؟ انت راجل عايز تشتغل كونسلتنسي، خلاص. لكن انا راجل هشتغل محاسب ومراجع وبتاع، مش هخش في القصه دي، هاخد الكورس ليه؟ تمام. انت راجل، عايز تاخد كونسلتنس، لا انت ممكن اصلا تجيب كتب بقى في البيت وتقرا وتشوف فيديوهات وتشوف كمان البرمجه وتخش في التصميم دي قصه ثانيه دي. انت راجل عايز تشتغل في الكارير ده اصلا، ده موضوع ثاني. طب حضرتك، وانا لو ما خدتش السيرتيفايد بتاعت سي ام اي، او لسه خلاص اخش الامتحان، لو كتبت في السي في ان انا مثلا بروجريس سي ام اي، ده غلط؟ انا بالنسبه لي ما بعترفش عشان ما اعيش الشهاده. انا بالنسبه لي ما بعترفش بالكلام ده، لان في مئات الالاف في مصر بيكتبوا ان هم سي ام اي ان بروجرس، اي اف ار اس ان بروجرس، سي بي اي ان بروجرس، اي سي سي ان بروجرس. في ناس كتيره، والناس معظم المصريين ان بروجرس على فكره. تمام، شكرا لحضرتك. صح ولا ايه؟ صح، كلهم صح. هو فعلا كلهم بروجرس. العدد بيقل، العدد بيقل فعلا، العدد بيقل كل ما نخش على الامتحان. كله بيكتب البروجرس. اتفضل يا بيه. انا اخيرا بس بشكر حضرتك على فيديوهات الايفرز اللي على اليوتيوب، حاجه جميله جدا. انا سمعت قبل كده معيار كيز، وما شاء الله حاجه جميله، ربنا يزيد حضرتك يا رب. وشكرا لحضرتك. الله يكرمك، الله يكرمك. طب يا شباب، احنا يعتبر كده ان شاء الله خلصنا. انا حابب اشكر حضرتك استاذ عبد الله، والله يعني كانت اتمنى تكون محاضره مفيده يعني. مفيدة جدا يعني، هي من افضل السيشنز في الكارير كوتشنج بصراحة. الله يعزك، الله يخليك، الله يخليك يا استاذ عبد الله. اتمنى يعني ان حضرتك بس غير تاني في غير لي بقى الصورة اللي انت حاططها دي. انت جبت الصورة بالقميص دي منين؟ ده ديزاينر والله. جابها منين الديزاينر؟ ده بتفكرني بايام الكحرطة دي يا عم. انا هو عامل حاجات حلوة، حاجات حلوة.
والله ده الديزاين. عادي بكلمه. حاضر. ولا يهمك يا باشا، تسلم يا استاذ عبد الله، سعدنا بيك يا شباب، ربنا يوفقكم ان شاء الله، ونتمنى ان احنا كنا ضفناكم اي حاجه يعني ان شاء الله. يلا بتكلمنا حضرتك معانا يا مستر عبد الله. شكرا يا استاذ عبد الله، ونصيحتي ليكم بقى لو تعرفوا تسافروا تشوفوا حالكم بره يبقى افضل يعني. نصيحة يعني، الدنيا بره غير يعني، الدنيا بره غير. خلي بالكم انا عايز اقول لكم حاجة قبل ما نقفل بقى، انا اصلا انا سافرت وانا عندي 40 سنة، وكنت من الناس ان انا اسافر ليه، وان انا يعني انا قاعد في مصر ومبسوط والدنيا ماشية معايا كويس، وراجل يعني جامد جدا في مصر يعني، وشغال صبح وشغال بعد الظهر، وكنت حاجة جامدة يعني في مصر لغاية 2010. ولما سافرت بصراحة لا، الدنيا مختلفة تماما تماما يعني. السفر بيعمل لك تغيير في الحياة وفي الفكر وفي كل حاجة يعني. ربنا يوفقكم إن شاء الله ويصلح حالكم. يلا نشوفكم على خير إن شاء الله، هنقفل بقى عشان التسجيل، والسلام عليكم إن شاء الله.